طيب خلينا نروح لجزء اخر، مباريات الاياب بقى بنصف النهائي ما بين الاهلي والترجي وصن داونز والوداد. قائمه الترجي لمواجهه الاهلي يوم الجمعه شايفين فيها او شايفين هذه المباراه ازاي؟ ابدا باحمد وبعدين اسر. اتفضل. القايمه معانا برضو ممكن نستعرضها، قائمه تفضل. الترجي اعتقد ان تشكيلهم ادي القايمه معانا، الغيابات مكتوب عندهم بن شريفيه ورياض بن عياد وشراره والليبي حمد الهوني، هما برضو حراسه المرمى صدق الدبشي هو اللي هيكون بادئ، محمد بن علي ده الباك رايت، ياسين مرياح وتجاي واليعقوبي دول اللي كانوا، بين حميده دول اللي كانوا برضو قدامنا، الارتكاز في صيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان ومعتز صدام جاي عليهم، بس الوهابي ممكن الوهابي برضو يدخل في التشكيل وصابر بكرين قدام محمد علي بن حميده وزياد بريمه وانيس البدري، يمكن نفس اعتقد ان هيبقى نفس تشكيل مباراه الذهاب، مش هيغير حاجه، هيبقى نفس التشكيل، انيس البدري واضح ان هو فورمته البدنيه مش جاهز قوي، هو بدا يعتمد عليه، ممكن يبدا بيه، يعني ممكن التغييره اللي تحصل ان احنا نشوف انيس البدري بدأ المباراة. بس بدا المباراه، لكن ده نفس التشكيل او نفس السكواد بتاع القائمه بتاعت الترجي. ياسر، بعتقد يا كابتن اسلام انه التغيير الوحيد طبعا انه يمكن ازدادت المتاعب على نادي الترجي وانقسمت. انا كنت متابع الصحافه التونسيه بعد قرار كابتن، انا بحترمه جدا، نبيل معلول، انا ما انسالوش يا كابتن انه كان اول واحد في عزاء الشهداء في 2012، فكابتن نبيل بعيد عن الامور الفنيه ده ليه معزه خاصه في قلوب طبعًا الاهلاويه طبعًا والمصريين، في قلوبنا كلنا راجل محترم جميل يعني. فانقسمت الاراء في الصحافه التونسيه ما بين انه ناس شايفه ان ده كان القرار الصح، وناس تانية حتى احد الصحفيين التوانسه المشهورين كان بيتكلم ده هروب من المسؤوليه وانك تسيب الفريق حتى لو خسران ثلاثه قدام النادي الاهلي واستحاله العوده، يعني قصده يلعب قدام الاهلي وبعدين يستقيل، يعني مش في وقت يعني فكره تحمل المسؤوليه او استكمال حتى المباراه الثانيه يعني، واللعب الكل في الكل زي ما التوانسه بيقولوا. طبعا نادر داوود هو المساعد المدير الفني، مفيش وقت للترجي انه يعين مدير فني. الكلام على استطلاع رأي طبعا معين الشعباني هو بيقود سيراميكا كليوباترا عندنا في الدوري المصري، لكن هيبقى صعوبة طبعا التوقيت، فبالتالي نادر داوود هو اللي هيقود المباراة امام النادي الاهلي. ده التغيير الوحيد على المستوى الفني زي ما احمد تفضل وقال انه مفيش تغييرات قوي في اللعيبة اللي غايبة، وفي طبعا عناصر، يمكن معز بن شريفية شارك في كل المباريات قدام النادي الاهلي ما عدا الماتشين دول، طول مباراة النادي الاهلي مع الترجي كان معز بن شريفية هو الحارس الاساسي دايما الترجي. طيب توقعاتكم بقى، او هل تشكيل النادي الاهلي هيكون فيه مفاجآت يا احمد؟ هيبقى فيه تغيير اضطراري، بس انا بطمن جماهير اضطراري بطمن جماهير الاهلي، محمد الشناوي ان شاء الله هيلحق نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله لو ربنا كرمنا، بس خلينا نعدي الجمعه وبعد كده اولهم علي لطفي. احمد عايز يقول لك كده ان شاء الله يا خير يعني، ان شاء الله فعلي لطفي اعتقد ان هو هيدخل طبعا عشان اصابه الشناوي، دي ممكن التغييره برضو. انا شايف ان التغيير الكتير مش صح، لان احنا لسه ما صعدناش، لازم الاول تبدا بالتشكيل وتثبت القوام بتاعك والتشكيل بتاعك وتحاول ان انت تجيب جون بدري، بعد كده تبدا تغير، لكن ممكن بعض اللعيبه ان انت عايز تديها زي علي لطفي، عمرو السوليه، احمد عبد القادر، ممكن التغييرات تبقى في حدود الاطار ده، ما تضعفش القوام ابدا، لعيبه يعني متمرسه، وهو مارسيل كولر خلاص محافظ على التشكيل بتاعه او القوام بتاعه، يعني ياسر ابراهيم جنبه، محمد عبد المنعم، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول، الثلاثه اللي في النص، ممكن نشوف حتى متولي المباراه دي، ممكن متولي، ممكن في وسط الملعب مثلا سلية مروان يخش. عطيه، عمرو السوليه يخش مثلا جنب حمدي فتحي بالزبط. ويريح ديانج، برده قدام ممكن يبقى بيرسي تاو وكهربا، واحمد عبد القادر مثلا يريح حسين الشحات. هتلاحظ ان احنا بنتكلم في 14 15 اسم لعيب. هو اللي بيبدل ما بينهم مارسيل كولر. رايك برضو يا ياسر؟ طبعا بتفق مع احمد، يمكن يعني ما ضمناش الصعود لسه. النادي الاهلي طبعا معروف بالثبات الانفعالي عند لعيبته، ما فيش ثقه زايده خلاص، ودي برضو زي ما كان طبعا يعني كابتننا واستاذنا كتعليق هي كان بيتكلم من فتره انه يعني اتحتم عليك او ان انت بتقفل الصفحه بتبص على البطوله اللي بعدها، فبالتالي طبعا نتيجه كبيره جدا، اكبر نتيجه في تونس، فرق تانية كان زمانها بتعمل افراح، لكن 3-0 خلاص انا بقفل الصفحه، بستعد وبحترم جدا المنافس نادي الترجي، نادي كبير جدا من اجل مباراه القاهره، والتغيير هيبقى في حدود الحدود الدقيقه اللي اتكلمنا فيها، يمكن ممكن مثلا شريف يبدا ياخد شويه دقائق مثلا على حساب، لكن الثلاثي الهجومي ما اعتقدش هيخرج بره بيرستا، ويمكن تغييره برده اللي احمد بيقول عليه، ممكن عبد القادر ياخد شويه، طاهر اعتقد هيكون ليه دور في المباراه، لان طاهر من اللعيبه اللي كان بيعتمد عليها كولر في بدايه ولايته خالص، لعيب تكتيكي عنده البدني عالي جدا، ممكن نشوف السوليه ياخد دقائق برضه، لكن مش هيخرج بانه مغير خمس ست لعيبه ومغير، لا لا لا، لم يحسم التاهل بعد. انتوا الاثنين متفقين على عدم التغيير الكبير في طبعًا تشكيل المباراه القادمه. ثابت، الصن داونز والوداد مباراه هناك، ومين الاقرب في المباراه الثانيه؟
والله نتيجة 0-0 دي مش مضمونة خالص. الحقيقة انا بشوفها صعبة جدا لسان داونز. جدا. بس سان داونز على ملعبه كسبان واحد لغاية اخر ثانية. هو اللي اديهم ميزة شوية ان سان داونز حالته الفنية والبدنية وعلى ملعبه وحسموا الدوري امبارح، احنا معانا صور التتويج. ما انا لسه فارق كبير جدا. نعم. فارق حوالي 14 نقطة. وللمرة السادسة على التوالي. خلي بالك. على التوالي واول بطولة لمكوينة. فدي هتدي له يعني دفعة معنوية، اهو الصور بتاعتهم بتاعت التتويج. وفي نفس الوقت برضو هو لو صعد للنهائي هيريح اللعيبه بقى، خلاص حسم الدوري. صح. فهتبقى دي هتديهم دفعه اكتر، ولكن انا بشوف ان نتيجه 0-0 مقلقه، ولكن حاله سان داونز فرقه تقيله قوي، فرقه رهيبه يعني، محتاجه يعني فرقه فنيا اعلى من الوداد بصراحه. ولكن الوداد عنده ميزه ان هو بيدافع كويس قوي مع المدرب الجديد البلجيكي، بيدافع كويس في مباراه الذهاب. قدر حتى انا في مباراه يعني محمد الخامس دي اول مباراه لسان داونز بعد بالظبط 16 مباراه متتاليه، اول مباراه لسان داونز ما يسجلوش فيها، بقى لهم 16 مباراه بيسجلوا في دوري ابطال افريقيا، اول مباراه ما يسجلوش فيها قدام الوداد. فيحسب للوداد ان هم دافعوا كويس، بيعرفوا يدافعوا، واللي بيدافع كويس هو اللي بيعرف يعدي. فممكن الوداد يخطف من خلال ضربه ركنيه، ضربه ثابته. بالظبط. وانا بقوله ان ممكن تبقى لا حتى واحد واحد صعد الوداد. الحقيقه كابتن اسلام كانت اشارات مختلفه جدا في المباراه، يعني اتفرجت على المباراه دي بنفس حماس مباراه الاهلي والترجي، عايز اشوف احنا مين يعني هنلاعب مين. في حاجتين مختلفتين جدا. لو وصلنا للنهائي، لو وصلنا للنهائي باذن الله بدون مقاطعه. السان داونز مطرود منه واحد من الدقيقه 43 او الدقيقه 42، وبيلعب فيه زي ما كان احمد بيقول في ملعب محمد الخامس، وبيلعب ماسك الكوره على الوداد كانه هو اللي كمل العدد. فبالتالي فرقه منظمه جدا مكوينه، وصل بيهم لنضج بانه تعليمات هي هنمشي الكوره، ضايقين المساحات، بنلعب في حته معينه من ثلث الملعب بس، وبننقل الكوره بسرعه جدا. والوداد زي ما احمد بيقول كان بيدافع كويس، لكن على الناحيه الثانيه الوداد كان بيدافع كويس، بس انا الحقيقه مش مع فكره ان بيقول لك ان سان داونز ما بيعرفش يدافع، لانه انا بشوف ان سان داونز عمل شكل دفاعي تكتيكي رائع في مباراه الوداد باستثناء الكرات العرضيه الثابته. والوداد ما راحش بهجمات خطر، يمكن لا ازاي لا يعني الكرات الثابته ده سلاح كبير جدا، ده سلاح مهم جدا، لكن قصدي ما راح ما كانش ضاغط على سان داونز. عندهم حارس مرمى كمان ويليامز ممتاز ممتاز. الكره اللي شالها اللي في الضيقه دي كانت طبعا صعبه جدا، كان ممكن تمشي اللي في الضيقه، انا اللي بتكلم اللي في الفاول اللي شالها في العرضيه، او في واحده اللي هي اللي شبه انفراد اللي حطها في ايده دي، هو لا كان لازم يحطها هناك حطها في الضيقه وشالها ويليامز، ولو حطها هناك جون خلاص، لكن هي حطها اختار الضيقه بالظبط. تكمله كابتن اسلام للكلام ده، انه بقول لك اشارات مختلفه، يبان انه سان داونز ده فريق بيلعب 10 وماسك كره على الوداد، لكن في نفس الوقت لو بصينا على الحالات اللي احمد عرضها بتاعه الطردين اللي هم طردين مستحقين جدا جدا، دي مباراه بيلعبها سان داونز خارج ارضه، وما يعني انت ما مش محتاجين نعرف جمهور الوداد جمهور من اجمل الجماهير الموجوده في القاره الافريقيه. فبالتالي وعندك جمهور النادي الاهلي العظيم، فبالتالي انك تلعب سان داونز بيلعب بره، واضح ان اللعيبه رغم كورتها الحلوه ورغم الثقه في نقل الكوره، اللعيبه بتفك بلغه الكوره كابتن في مساله الضغط العصبي، انك تطرق الفاولين اللي اتعملوا واستحقوا الطرد ما عملهمش لاعب ناشئ، انت بالتالي تلعب مباراه سيمي فاينل واحده داخل لعيب داخل بالستارز رافس اللعيب الثاني، وفي نفس الوقت الثاني عامل وطرد مباشر مش انذارين مثلا. فبالتالي دي نقطه اعتقد مكسب حين يعني ان شاء الله باذن الله لما الاهلي يتاهل، لو سان داونز تاهل دي نقطه اعتقد انها مهمه. على الناحيه الثانيه شفنا فريق عنده شخصيه حتى وهو منقوص العدد قادر يلعب كوره على فريق يعني بلغه الكوره صعب زي الوداد. مين الاقرب يا احمد، وداد ولا سان داونز؟ سان داونز. مين الاقرب؟ سان داونز. سان داونز. طيب